بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح حاجه اسمها ريتوري سيستم، واحد من اسهل السيستمز اللي هنخلوها. عندي الاثنين لانج الرئتين، تفرق من الاثنين لانج طبعا مطلوب منك تقول رايت او ليفت بعدد اللوبس، عدد الخطوط. طبعا اللانج يمين بيبقى فيها ثلاثه لوبس ادي واحد اثنين ثلاثه، لكن الليفت لانج فيها اثنين لوبس ادي واحد اثنين بس، ادي واحد اثنين ثلاثه ودي اثنين بس. اللي فيها ثلاثه دي رايت لانج ودي الليفت لانج. الاثنين فيهم شق مايل اهو بالمنظر ده، اسمه اوبليج فيشر. ليك فيشر يعني الشق المايل اهو، الاثنين لانج. لكن الرايت لانج فيها حاجه بالعرض كده اسمها ترانسفيرز فيشر، الشق المستعرض، يبقى اوبليج فيشر ترانسفيرز فيشر. عشان كده رايت لانج ابر لوب ميدل لوب لور لوب، ابر لوب ميدل لوب لور لوب، لكن الليفت لانج ابر ولور لوب بس. لو جه علمني على الجزء اللي فوق ده اهو اللي انتم شايفينه ده، ده الايبكس اوف ذا لانج، القمه بتاعت اللانج. لكن لو جه علمني من تحت كله ده كده اهو، هقول له ده الانفيريور سيرفيس، او بنقول عليه الدايفراجماتيك سيرفيس. دايفراجماتيك سيرفيس عشان نايم على الدايفرام الحجاب الحاس. الليفت لانج عندها حاجه من جوه، الليفت لانج فيها حته داخله من جوه هي اللي انا بشاور عليها ايه، اسمها كاردياك نوتش، حته مقطوشه من اللانج عشان القلب هيقعد هنا في المنظر ده. اخيرا لو جاب لي اثنين لانج في المكان اللي داخل فيه الشعب الهوائيه اسمها هايلم اوف ذا لانج، يعني سره الرئتين، تعال نراجع العينات بسرعه بتاع اللانج، يبقى ابر ميدل لور لوب، هنا ابر ولور لوب بس. دي الرايت لانج عشان فيها اوبليك فيشر وترانسفيرز فيشر، دي اوبليك فيشر ده اسمه الايبكس اوف ذا لانج، ده فراجماتيك سيرفيس في اللانج الشمال بس في حاجه اسمها كاردياك نوتش ودي اسمها هايلم اوف ذا لانج. بعد كده هنبص على المنظر ده، طبعا منظر سهل خالص. لو جه علمني هنا دي التراكيه القصبه الهوائيه اهو، دي كلها القصبه الهوائيه. القصبه الهوائيه بتتفرع لشعبتين هوائيتين اسمهم برونكاس، مطلوب منك تعرف بقى تعرف الرايت من الليفت برونكاس، دي اسمها التراكيه ودول البرونكات. طبعا التخينه دي تخينه مطلعه فروع بدري قوي، دي الرايت برونكاس، لكن الشمال بتبقى رفيعه وطويله اهي، دي بقى الليفت برونكاس. طبعا المفروض تتمسك بالمنظر ده باين خالص، الظهر ناعم لا ده الظهر، وزي ما قلت لكم نعرفها انها تخينه ورفيعه تبقى الرايت برونكاس، طويله وقصيره، الطويله والرفيعه تبقى اسمها الليفت برونكاس. اخيرا اخر عينه، وعينه سهله جدا، العينه اللي احنا شايفينها دي الحنجره من قدام. لو علمني على الجزء الازرق اللي فوق ده، ده اسمه الغضروف الدرقي، ثايرويد كارتليج، ثايرويد كارتليج، لكن من تحت الحته اللحمه دي، دي اسمها الثايرويد جلاند، الثايرويد جلاند. طبعا مش عليكم اجزائها، رايت لوب وليفت لوب وفي النص حاجه اسمها اسمس، لكن انتوا عندكم ان دي اسمها ثايرويد جلاند ودي اسمها ثايرويد كارتليج.